تلعب صح؟ والله حصل صدقت كلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ صباحكم زي الفل ان شاء الله ويومكم جميل بمشيئة الله. اتمنى من الله ان احنا نقدم لكم فيديو كويس. رحلتنا النهاردة برضو يا شباب ان شاء الله احنا طالعين على ميتين بمشيئة الله. مية هناخد عليها بولتي والمية التانية هننزل عليها بولي. دي خطتنا النهاردة ان شاء الله. احنا دلوقتي في محافظة البحيرة داخلين على رشيد. المية الاولانية اللي هي بتاعت البولتي اللي كل الناس بتسأل عليها، المية دي يا جماعة اول ما بنعدم كوبري رشيد ونبقى في كفر الشيخ بعد الكمين على طول. طبعا لسه واخد انا ابو خالد من على الطريق، وزي كل مرة يقول لي انت تأخرت وانت عملت. ايوه ما هو انت كل انت اللي بتنزل انت اللي تنزل بدري ابو خالد. ابو خالد يوم السد عنده بيبقى يوم غريب خالص يا جماعة. احنا ادمنا السفر وادمنا الصيد وادمنا الترحال. الراجل ده بيجي من العجمي واحنا بنيجي من دمنهور. خليكم معانا بمشيئة الله نعمل لكم فيديو حلو. عايز تقول ايه؟ خليكم معانا يا شباب. يسعد مساكم لو عندكم مسا. الله يسعد صباح كل واحد عنده صباح، ويسعد مسا كل واحد عنده مسا ان شاء الله. صباح شريف خالد البكا ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. طبعا اخوانا بعد اذن حضراتكم بالله عليكم ما تنسوناش في اللايك، عشان اللايك هو اللي بيشهر الفيديو. ولو حابين ان الفيديو ده يتشهر فبعد اذنكم ما تنسوناش في اللايك. دي اول ميه قعدنا عليها. طبعا احنا عملنا مرايتنا بالعلف والغله كالعاده، لان ميه كفر الشيخ كلها بتبقى بتحب العلف البادي وبتحب الغله. تمام. وقعدنا اصطادنا والله رزق طيب. نخليكم مع الغمزه ونرجع لكم. معاك والله. صرف النبي يا جماعه. بص طبعا دي الميه الحلوه اللي احنا قلنا عليها، ده يعتبر تاني استفتاح لينا. مستر ابن خالد استفتح والايه، وده تاني استفتاح اهو ان شاء الله. السمكه يا بسم الله ما شاء الله يا جماعه، ده سمك المكان. المايه دي قلنا اول ما تنزل من الكوبري الدولي بتاع رشيد. ما عنديش واسطه الله اكتر من كده يا جماعه. هنقعد هنا بمشيئه الله لحد صلاه الجمعه، وبعد صلاه الجمعه هننزل على البوري بمشيئه الله في البحر. خليكم معانا وبمشيئه الله يكون يومنا حلو معاكم يا رب. حياتي لاحلى ناس في الدنيا كلها، وحياتي مستر الخال يا امير على المشروع بتاعه. الف شكرا يا مستر. شكرا لك. اي كم سيدنا؟ لا ها ماشي. استفتاح الثاني اهو على البركه يا شباب. المستر بس ما عرفش يجيبها، بس ان شاء الله خير يعني، والله كريم. يومكم زي الفل بمشيئه الله. على فكره يا جماعه بس هي معلومه يعني، الوقت اللي احنا فيه ده طبعا انا متواصل مع ناس كتير في اكتر من محافظه وفي اكتر من مدينه بالنسبه لمصر. الايام اللي احنا فيها دي كل الميات شغاله بالليل وبالنهار، فاللي بيقعد على ميه الايام دي وما ياخدش منها سمك الميه دي مش مظبوطه، ما فيهاش رزق، هو الرزق فيها قليل. حلاوه ابو خالد بدا يشتغل اهو لسه بعد النفس كلها. ايوه يلا يلا يا سامي. اه نعمل ايه يا فندم؟
مش هنيه. هو مثال صار بالشر بس. طبعا النبي عبد الخالق. معاك يا موحى. طبعا النبي عبد الخالق. معاك ومع العب يا ابو نور الشواكيش دي. العب يا كبير. ده انا جايبها وهي لسه بتعضع. الصلاة على النبي. امسك باب الدور. باب الدور من فوق. انا قلت لك محمد نور نور يمين ربنا علي بقى. لا ازاي هنا؟ لا تعالى تعالى خالص. حد مثل جوه سامع؟ حد مثل جوه الارض عليها؟ هيا هتعمل شاي بطوطه؟ معاك غمزه انت في الغل. سيبه سيبه. صلي على النبي. صلي على النبي يا ابو خلود يا اللي منور الدنيا. هو ده البولت. بص للمشاهدين احلى صباح على ابو خلود. ادي سيدنا منور صورته. طب يعني بدل ما تدفع نفسك كده ما تنزل البتاع شويه. ايه سيدنا عم سباح يا جماعه. ايه ان شاء الله النهارده عشان ان شاء الله. طبعا يا جماعة احنا بنعيد الوصف تاني عشان اللي ما فهمش يفهم. احنا دلوقتي واحنا جايين من اسكندرية بنطلع على كوبري الجدية اللي هو بتاع رشيد. اول ما بنعدي كوبري النيل فيه بنبقى في محافظة كفر الشيخ. بيقابلني كمين الطريق الساحلي الدولي الساحلي. اول ما بنعدي الكمين ده بيقابلني مياه صغيرة دي شغالة كويس وبيقابلني بعد منها المياه اللي انا قاعد عليه. بعد كده بيقابلني بركة غليون. فانا لما بنيجي المكان ده بنصطاد هنا شوية وبنصطاد في بركة غليون. لو انا بنبقى طبعا بنحب البحر اكتر وبنحب سيد البحر اكتر وبنحب سمك البحر اكتر. لما البحر بيخيب معايا بنيجي هنا ربنا بيكرمني بناخد بولتي وبنمشي. تحياتي لحضراتكم. هنكمل بقية الفيديو عشان ده كده اخر لقطة في سيد البولتي ان شاء الله. بعد كده هنقول لكم ايه اللي حصل. المستر ابن خالي مظبطنا ومظبطك احلى صباح. طبعا القرآن اللي حضراتكم سامعينه ده قرآن صلاة الجمعة. حضرنا الخطبة وصلينا وتوكلنا على الله على بركة غليون. ولكن للأسف الشديد كان في واحد صاحبنا هيتأذى أذية جامدة ولكن ربنا استرع علينا فاكتفينا بكده. نروح نشوف ايه اللي حصل معنا في بركة غليون بعد ما نخلص اللقطة.
خلي بالكم من اللقطه اللي جايه دي، عشان ابو خالد اتعافى على سمكه كبيره وضيعها وانا قعدت نزوله، فخلي بالكم بالله عليكم واكتبوا لنا تعليق. ايه بالراحه، ما بالراحه، ما تعافاش. واقف انا واقف. لا بس ما تعافاش، هي اللي غالي. لا انت تعافيت، انت تعافيت، ما تعافيتش. والمصحف تعافيت، انا واقف، والكتاب اللي تعافيت، انت شايفك وانا شايف طبيعتك. لو ما تعافيتش ما كانش شفت تعمل معاك كده. يا عم هي اللي ماتت، تعافى ولا ما تعافاش يا جدعان؟ اه تعافى. احنا كده ايه، عدينا اهوت، حطينا التصاريح بتاعتنا، داخلين ان شاء الله على الرصيف ده كده يا جماعه. زي ما انتم شايفين هنستهدف البوري، معانا سردين، معانا برغوث، ربنا المستعان ناخد اي سمك يعني. برضو ايه وانت بتتفرج على اللقطه دي، ادعي لنا ان ربنا يكرمنا وما تنسناش في اللايك. خليكم معانا. طبعا يا جماعه كده بمشيئه الله رحنا ننزل على البوري، زي ما انتم شايفين البحر عامل ازاي، تعزينا جامد والله. والاخ محمد سعيد اللي هو على اليمين ده اخي ابويا وصديقي، في موجه ضربته ضربه جامده واتعزى في الصلبان والله. طبعا انا ما رضيتش اصور الكلام ده، وفي عود كربون يعمل 700 جنيه ولا 800 جنيه الكوره بتاعته اتكسر، اتعزينا جامد والله. فاحنا كان المفروض ان البحر هيهدى شويه، وكان على فكره اليوم كان كله سمك بسم الله ما شاء الله. احنا ما خدناش حاجه بالنسبه للبوري، ولكن كان في معانا ضرب وكانت كل الناس مستبشره خير. ولكن بعد الحادثه بتاعت اخويا محمد سعيد ده اللي هو على اليمين اضطرينا ان احنا نمشي. بالله عليكم يا جماعه ادعوا لاخويا محمد سعيد عشان اتجرح جرح كبير في ايده، ونتمنى طبعا ان انتم تدعمونا بلايك عشان نستمر ونقدر نقدم لكم فيديوهات باستمرار. تحياتي لحضراتكم، اخوكم سامح الخالقه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.